صباح الخير على كل الناس مرة تانية، ودلوقتي هنبدأ مع بعض فقرة الصحافة. كل الناس اللي بتابعنا دلوقتي هنعرفهم ايه هي اخر الاخبار والمنشطات المهمة اللي موجودة في الجرائد والمجلات النهاردة، الجرائد بالتحديد. هيكون منورني في الاستوديو النهاردة وهنتكلم مع بعض عن الاخبار والمنشطات اللي موجودة في الجرائد الاستاذ عادل السنهوري الصحفي والكاتب، وهو مدير تحرير مدير اليوم تحرير السابع. اليوم السابع. صباح الخير استاذ عادل. صباح الخير ساره. صباح الخير المشاهدين. الحمد لله كل سنه طيبين. اولا احنا لازم نذكر الناس الاحداث واخدانا النهارده الغره محرم، مظبوط، العام الهجري الجديد 1433. فبنقول لكل مشاهدين كل سنه طيبين، وان شاء الله يكون عام سعيد علينا جميعا باذن الله، وحضرتك ومصر طيب. تكون بخير باذن الله. وحضرتك طيب، واحنا كمان بنهني الناس وانهم كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه راس السنه الهجريه. تعالى نقول للناس ايه هي الاخبار ونرجع نتكلم فيها مع بعض خبر خبر. اتفضل. اول خبر معانا مشاهدينا هو في جريده الاهرام صفحه اولى، بيقول خبر خطر الانقسام، التحرير يطالب برحيل العسكري والعباسية تدعو لبقائه والخلاف يسود المحافظات. المصري اليوم صفحة أولى، تكليف الجنزوري برئاسة حكومة الإنقاذ الوطني. الشروق صفحة واحد، الجنزوري لو أن طنطاوي يرغب في السلطة ما قبلت المهمة. الأهرام المصري صفحة 3، إقبال كبير وسوء تنظيم في أول انتخابات للمهندسين من 17 سنة. خبر رقم 4، المصري اليوم انقسام حول الجنزوري والإسلاميون يرحبون وأحزاب وائتلافات الثورة ترفض. خبر رقم 5، الأهرام صفحة 7، بلطجية يعترفون للثوار بالاعتداء على الداخلية لحساب الفلول. المصري اليوم صفحة 6، البيت الأبيض يطالب العسكري بنقل السلطة لحكومة مدنية في أسرع وقت. اخبار اليوم صفحة 3، القبض على الضابط المتهم بفق عيون المتظاهرين. خبر رقم 8، المصري اليوم صفحة 3، اقبال كبير وسوء تنظيم في اول انتخابات للمهندسين من 17 سنة، ده قلناه. نرجع مرة تانية استاذ عادل نتكلم مع بعض عن اول خبر النهاردة من الاخبار بتاعتنا، هو الاهرام صفحة اولى، خطر الانقسام التحريري يطالب برحيل عسكري والعباسية تدعو للبقاء والخلاف يسود المحافظة. يعني طبعا يبدو ان هو الحدث الرئيسي، احنا ما زلنا برضو بنعيش لسه حدث التحرير وحدث مسألة المطالبات السياسية ومطالب التحرير وبرحيل العسكري والمشهد امبارح اللي حصل سواء في التحرير او العباسية. يعني خلينا نقول احنا يعني اخشى، يعني انا بشكل شخصي يعني ان احنا اخشى ان احنا نكون داخلين على سيناريو احنا عشناه قبل كده من حوالي 60 سنة فيما سمي بأزمة مارس 54. نفس المشهد تكرر، مظاهرات مع ومظاهرات ضد، ولكن قد يكون كان هناك فارق بأنه الجيش هو اللي كان قايم بالسلطة وأنه كان خارج من مرحلة الأحزاب فيها لم تكن أحزاب فعالة، أحزاب ورقية، أحزاب بتطمع للمصالح الخاصة والآخره. فإحنا الآن قدام مشهد فعلا معقد جدا، مشهد فيه حالة انقسام حاد جدا، يعني مشهد أنه ما بين العباسية وما بين التحرير. أنا يعني لا أتمنى المسائل يعني تستمر إلى هذه الحالة، لأن احنا نخش في انقسام حاد ما بين طوائف الشعب المصري، الاثنين يجمعهم هدف واحد. أنا من وجهة نظري النوايا مخلصة جدا، في النهاية الطرفين بيبغوا مصلحة الوطن، بيبغوا مصلحة استقرار الوطن، حرية الوطن، وضع مسار سياسي سليم للخروج من الأزمة الحالية، ولكن كل له طريقة التعبير. يعني هي بالأمس يعني احنا بنتكلم على مطالب محددة، يعني المفروض هذه المطالب اعتقد انه اذا كان المجلس العسكري، احنا بنتكلم على مجلس عسكري يمارس دور سياسي، مظبوط، وليس قوات مسلحة او جيش، دي مسألة منفصلة تماما. يعني انا اعتقد اذا كان المجلس العسكري جاء من البداية واعلن انه يقف في صف الشرعية الثورية، يقف في صف مطالب الشعب والاخره، يعني انا اعتقد هي المسألة كانت تحتاج الى حوار اكتر من كده، الى الاستماع لصوت كافة الاطراف، الاستماع لصوت الشباب الموجود في الميدان لتحقيق هذه المطالب. يعني احنا بنتكلم على مرحلة انتقالية تكاد ان تنقضي على الاقل نصفها
بعد حوالي شهر من الانتخابات، احنا بنتكلم اذا كان المجلس العسكري المطلوب منه تسليم السلطه المدنيين، فانا اعتقد انه بعد شهر هتنتقص منه نصف هذه السلطات وهي سلطه التشريع بطبيعتها، يعني بعد ثلاث شهور وبعد ذلك هينتقل، وبعد ذلك انه هنخش انتخابات رئاسيه. لكن يبدو انه حاله عدم الثقه اللي بدات تنشا يعني بين الشارع وبين تحديدا ميدان التحرير وبين المجلس العسكري، خلينا نفرق، يعني هي اللي خلقت هذه الحاله. فانا يعني كان من وجهه نظري انه يحصل حوار ما بين كافه القوى السياسيه بدل حاله الارتباك، لان بس الحوار بيتاخر يا استاذ عادل. يعني وقت ما كان حصل المشكله الكبيره جدا من حوالي 3 4 ايام في التحرير، برضه حسينا انه الجهات المعنيه اللي هي او المجلس العسكري برضه قاعد في برج عالي فوق ما كناش عارفين. طب البيان اولا جه متاخر جدا، محدش حاول ان هو يعمل حوار مع الشعب بحيث يتطلع للتهدئه، ده ما حصلش وبيحصل متاخر جدا. لان انت يعني في النهايه ما بني على ارتباك فيؤدي الى ارتباك اخر، يعني من البدايه احنا مش عايزين نقول ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في الاول، احنا بنتكلم دلوقتي على النتيجه. فمن البدايه كان هناك ارباك للمسار السياسي، ودخلنا في انقسام ما بين الدستور اولا الانتخابات اولا، ثم فوجئنا بعد ذلك مساله الوثيقه المبادئ الدستوريه. يعني استغرقنا وقت طويل جدا، كان انا اعتقد ان احنا ممكن ان احنا نخلص من الموضوع ده في 6 شهور اللي كان المجلس العسكري اعلن عنهم انه لن نستمر اكثر من 6 شهور في الاعلان الدستوري الاول. واعتقد انه احنا عندنا نموذج واضح قدامنا اللي هو نموذج تونس. انا اعتقد انه انا كنت يعني اتمنى انه الجيش يتراجع قليلا للخلف، تراجع خطوة أو خطوتين للخلف ويسلم الموضوع زي ما حصل في تونس إلى رئيس مؤقت أو إلى مجلس رئاسي مدني مؤقت، وهو في النهاية هو المراقب، هو الحامي للتطورات اللي بتحصل. لكن الطلبات للأسامي كثيرة جدا بالنسبة لشباب ائتلاف الثورة، بالنسبة للقوى السياسية. أنا مش يعني أنا أتمنى إن احنا إنه المرحلة الحالية، يعني إذا كان دلوقتي مسألة إنه في مطالب وفي النهايه في قرار صادر، احنا يجب ما دام احنا وصلنا لحاله التقاطع الحاد ديت ما بين قرار المجلس العسكري وبين مطالب التحرير، يجب ان احنا نلتقي في نقطه وسطى، علشان مش هنوصل مش هنظل ان احنا على طول بالحشد وبالاحتشاد. يعني مشهد امبارح بغض النظر، يعني في النهايه دول مصريين ودول مصريين. انا ما اقدرش دلوقتي اتهم اللي في العباسيه ان هم انصار السلطه او في التحرير ان هم عاوزين يخربوا البلد او بتاع، لا، دول شباب الان بالثوره بيعبر عن مطالب مشروعه جدا، عنده مخاوف كتيره جدا، المخاوف ديت دافعها ال9 شهور اللي فاتوا من التباطؤ ومن انه ما فيش اي انجاز بيحصل على الارض، سواء في الواقع الاجتماعي أو في المسار السياسي. أعتقد أنه ده محتاجين إلى فعلا حوار حقيقي الآن، وأنه تعبير وتلبية المطالب الموجودة إذا كانت مطالب مشروعة. صحيح، إحنا يمكن بالحوار اللي إحنا عملناه دلوقتي جاوبنا على بعض الأخبار، لكن خلينا ناخد عناوين الأخبار دلوقتي. المصري اليوم، تكليف الجندوري برئاسة حكومة لإنقاذ الوطني. يعني تكليف أولا، يعني خلينا طبعا رافضين، خلينا بداية يعني عشان نفرق ما بين حاجتين، ما بين شخص الدكتور الجندوري واخد بالك، وبين سياسات الدكتور الجندوري وبين اختياره. يعني احنا بنتكلم على شخص الدكتور الجندوري، لا غبار على شخص الدكتور الجندوري، انه رجل يتمتع بحسم وحزم، رجل يتمتع بنظافة اليد والطهارة، ده حاجة منفصلة. لكن احنا اخرج من السلطة لكن احنا بنتكلم، يعني احنا في النهاية دلوقتي رد الفعل هيقول انه في النهاية انت جايب واحد كان محسوب على النظام او عمل مع النظام السابق، اتخذ سياسات كثيرة اقتصادية عليها ملاحظات كثيرة جدا، يعني انه هناك المشاريع الكبرى اللي استنزفت الموارد الكثيرة جدا في مصر ودخلتنا في أزمة مالية زي توشكي او زي المشروعات القومية الكبرى زي شارع التفريع والاخر، انه لم يكن لها اي عائد، فده كانت ملحوظ عليه. فهي مسألة اختيار الدكتور الجندوري. انا ما دلوقتي اذا كان فرد تاني، يعني انه ارباك اخر ان احنا نبرئ الدكتور الجندوري، فكان من الاولى إن اذا كان هناك مطالب بانه يبقى في صلاحيات كامله، كان يجب ان يتم توضيح هذه الصلاحيات الكامله. يعني ما تجيش تقول لي ان انا كلفت الدكتور الجندوري ويطلع الدكتور الجندوري يقول ان انا بصلاحيات كامله، ما هي هذه الصلاحيات؟ أيوة. يعني هل الصلاحيات ديت، يعني احنا برضو علينا ننتبه، احنا عندنا مادتين في الاعلان الدستوري اللي هو تضمن 63 مادة، المادة 56 والمادة 57، اللي هم أكتر مادتين بيدوا كل الحقوق وكل السلطات للمجلس العسكري، سواء سلطة التشريع أو سلطة التنفيذ. هل أنه هيستتبع ذلك تعديل دستوري
وتم الاعلان انه احنا منحنا الدكتور الجنزوري الحق في التشريع، الحق في اتخاذ القرارات، في كل الاشياء اللي بتنص عليها المادتين دول، ولا لا؟ ده كان لازم يتم اتضاح. ثانيا يكون في هناك اجنده واضحه ومحدده، ماذا سيفعل الدكتور الجنزوري مع تشكيل الوزير اللي هو انه قال مفتوح للجميع وهيفتح حوارات مع تلافات شباب الثوره. ايه هي الاجنده خلال الثلاث شهور تقريبا او الاربع شهور اللي انطالت يعني خلال المرحله الجايه؟ ايه الملفات اللي هيعمل عليها وايه خلينا كمان ناخد الخبر ده معايا، اللي هو الشروق الجنزوري لو انا الطنطاوي يرغب في السلطه ما قبلت المهمه. هو طبعا يعني الدكتور الجنزوري طلع امبارح قال ان انا استكشفت رغبه انه المشير طنطاوي ما عندوش رغبه في البقاء في السلطه، وده اعتقد انه كل البيانات وكل الخطابات بتاكد على ذلك، لكن ده برضو يعني في النهايه بيزيد من مساله لازم يكون في وضوح هناك، يعني مساله قول لي بالظبط ايه خطتك، ايه برنامجك في المرحله الجايه، ايه الاجنده اللي انت هتمشي عليها، يعني عشان اقدر اقول والله ماشي خلينا نوصل لمرحله الطريق يعني نتفق بنسبة 50% على الدكتور الجنزوري. ما دام الدكتور الجنزوري قال انه ادي هذه هي صلاحياتي خلال المرحلة القادمة حتى يتم تسليم السلطة لرئيس مدني او لحكومة منتخبة. هذه هي الاجندة، الاولويات اللي على راس الحكومة القادمة. الحكومة القادمة مطلوب منها ملف امني وملف اقتصادي في المقام الاول، وتهيئة البلاد سواء هيكون انتخابات اللي احنا خلاص في بعد بكره. هي معروفه للجميع، ولكن التباطؤ في تفعيلها هو التباطؤ وعدم الوضوح. احنا في النهايه احنا بندير دوله في حجم مصر، يعني فلازم يكون هناك وضوح وفقا لادوات واليات واضحه تماما يعني، لكن ما اطلعش اقول الصلاحيات كامله، انا عايز اعرف كامله دي مين يعني، مين هي كامله؟ يعني بايه بالظبط؟ من اول فين لحد فين؟ يعني ايه الحدود بتاعتها؟ طيب احنا قدامنا اربع دقائق، خلينا نشوف الخبر ده. الظابط خلينا انا عندي بس عشان حكايه الظابط، يعني انا مساله الظابط طبعا يعني دي مهمه جدا، القبض على الضابط المتهم بفقر عيون المتظاهرين. يعني فعلا الخبر ده اذا كان صحيح فيجب ان نقدم المحاكمه سريعا، يعني انه في 25 بلاغ ضد هذا الضابط. انا بس اللافت انتباهي في الموضوع انه شاب صغير، يعني بتتكلمي على ملازم اول على كام، 20 سنه يعني. هل هذه عشان بس هي المساله اذا كان هو كنموذج كشخص ولكنه بيعبر عن حالة ذهنية عامة عند ضباط الشرطة، إذا كان الضابط الصغير بتعامل كده مع متظاهرين، فما بال القيادات الكبيرة، ما بال الفلسفة اللي بتتحكم فيهم أو العقيدة الأمنية اللي ما زالت متحكمة فيهم، يعني ده اللافت انتباه. لكن حكاية القبض عليه أنا أعتقد ليس هو اللي هو أصدر الأمر بالضرب، ولكن أعتقد أن هناك قيادات كبيرة جدا، وإحنا اتكلمنا قبل كده إذا لم يتم تطهير جهاز الشرطة أعتقد أن يحدث تغيير على أرض الواقع. مزبوط. لأن إحنا فعلا اللي إحنا شفناه في اليوتيوب والفيديوهات اللي تم تصويره بها أنه لا، في حالة انتقامية كبيرة جدا، وحالة ثار كبيرة أنه رجال الشرطة ما زالوا يتعاملوا بيها. أنه العسكري يقول له برافو يا باشا جبتها في عينيه بالظبط، يعني مش ممكن، يعني ايه يعني واضح انه لم يحدث، وده اللي دفع الناس بالفعل الى انه واكيد دي قرارات مش بياخدها الضابط بنفسه، دي زي ما قلت حضرتك اكيد ليها شوفي انا بتكلم كبيرة. اذا لم يحدث اي تغيير او تطهير في جهاز الشرطه ففي شيء يتغير. انا بتكلم طب خلينا ناخد برضو الخبر رقم 5 اللي هو الاهرام صفحه 7، بلطجيه يعترفون للثوار بالاعتداء على الداخليه لحساب الفلول. بالتاكيد الناس كتير قوي كانت بتتكلم عن الموضوع ده بقالها فتره. بالتاكيد اسين، يعني المشهد قد يكون المشهد المره دي انه دخلنا في الالتراس ودخلنا في اشكال اخرى جديده. ما تنسيش انه النظام القديم لم ينهار ولن ينهار الا بمسألة تطهير من السفح للقمه وليس من القمه للسفح. بس هنا بقى في عند بقى يا استاذ عادل، يعني لما لحد دلوقتي لسه ما حصلش اي تطهير. طب ده اسمه عند على فكره. ما هو مش تطهير، انت في النهايه التطهير ده يستلزمه تشريعات ويستلزمه خطوات اجرائيه. اذا انت بتتكلمي مين اللي بينفذ التشريع ومين اللي بينفذ القانون؟ اللي هي الشرطه. لكن إذا كانت هي الشرطة أثبتت أنها بالفعل لم تنسى ثأر 28 يناير وتتعامل بهذا البند الانتقامي، يبقى بالتالي أن احنا لو وسعنا الصورة شوية هنقول لا، يبقى إذن هي متواطئة بالتآمر مع هؤلاء البلطجية، أو أن هي سايبة هؤلاء البلطجية على الشارع. فبالتالي يعني هل الشرطة ما تعرفش مين اللي كان فوق الأسطح في شارع محمد محمود مثلا؟ يعني ده شيء برضو غير منطقي بالمرة، يعني ساذج أحيانا، تبرير ساذج. لكن بالتأكيد هناك الطرف الثالث اللي احنا بنقول مازال موجود،
في ناس لها مصلحه في احداث او حاله الفوضى وخلق حاله الفوضى في الشارع المصري، او احداث اي فتنه سواء بين الشرطه والشعب او الشرطه والجيش والشعب. يعني ده بالتاكيد في ناس لها مصلحه كبيره جدا في بقاء الوضع كما هو عليه، علشان على الاقل نحن نقول يعني على الاقل يعني نتحصر على الايام اللي فاتت كتير قوي بالنسبه للموضوع. فانا بتكلم من مساله انا وجهه نظري، نبدا الاول من تغيير المنظومه الامنيه ده نمره واحد علشان نقدر نقول ان حصل شيء حقيقي على الارض. تمام استاذ عادل كده نكون